السلام عليكم طلابي جريد 4. هنكمل النهارده وهنبدا ان شاء الله في يونت 3 اللي هو كنا اتكلمنا ان هو بيتكلم على الميجرمنت اللي هي ايه؟ القياسات. يعني الحاجات طولها قد ايه؟ وزنها قد ايه؟ الحاجات دي كلها، فهناخدها كده واحده واحده ونشوف اول حاجه الانت ترافل ماتريك يونت اوف لينث. هو هنا بيتكلم عن ايه يا اولاد؟ على اللانث. طيب انا عندي حاجات اللي هو اليونتس بتاعت الميجرنج لانث. طب ليه في يونتس كده؟ في الاول خلينا في الجزء ده يا اولاد، ليه في يونتس؟ لان الحاجه لو انا بقيسها بالمسطره، يعني لو انت عندك مثلا كتاب، هل الكتاب هيبقى نفس اليونت بتاع لما نقيس شارع؟ هل هيبقى نفس اليونت لما نقيس من مدينه لمدينه، من بلد لبلد؟ لا طبعا. فعشان كده اليونتس اللي هي، يعني ايه اليونت؟ اليونت هي الحاجه اللي انا بقيس بيها او بحدد بيها، مش بقيس بيها بمسكها في ايدي اقيس، لا، اللي انا بحدد بيها اللينس قد ايه، الطول قد ايه. بتختلف طبعا يا اولاد على حسب ايه هي الحاجه. طيب تعالوا كده نشوف اليونتس بتاعتنا هي ايه. اللينس يونتس الاول نشوفهم، كيلو متر، حاجه اسمها الكيلو متر اللي هي كي ام، كي ام كيلو متر، بنعمل لها الابزرفيشن اللي هو الاختصار ليها يعني. طيب وفي حاجه اسمها متر اللي هو بنسميه ام، وفي دي سي متر، يعني دي سي وبعدين متر اللي هي دي ام، اللي اول الحرفين دي سي متر. طيب وسنتي متر اللي هو سي ام، وملي متر اللي هي الام ام. يبقى انا عندي 5 يونتس، 5 وحدات، 5 وحدات ان انا بقيس بيها الميجرنج لانس، كيلو متر، متر، دي سي متر، سنتيمتر، ملي متر. طيب عايز اعرف بقى كل واحد من دول فيه قد ايه من التاني، لان الحاجات دي الاولاد لازم ايه المفروض بنحفظها. الكيلو متر، ال 1 كيلو متر فيه 1000 متر، يعني لو انا بقول لك 1 كيلو متر يبقى كام متر؟ 1000. طب 2 كيلو متر يبقى 2000، 3 كيلو متر 3000، يعني كل كيلو متر في 1000 ايه متر. طيب تعالى ننزل بقى مع بعض، يعني طبعا الكيلو متر هو اكبر حاجه. المتر بقى، المتر الواحد فيه قد ايه؟ مين اللي تحت المتر على طول؟ المتر فيه تحتيه سنتيمتر ودي سي. تعالوا كده نشوف الميتر بالحاجتين دول. يعني ال 1 متر في 100 سنتيمتر، وبرضه في 10 دي سي متر، يعني يا اما ده يا اما ده. ما هو الدي سي متر هي في ريليشن كده، هنمشيها واحده واحده مع بعض يا اولاد، بس الاول عايز اعرف كده كل حاجه فيها. يبقى الميتر في 100 سنتيمتر، والميتر برضه في ايه؟ 10 دي سي متر. طيب الدي سي متر الواحد بقى في 10 سنتيمتر، في 10 سنتي. طيب انا حاسس كده ان الترتيب مش مظبوط، ماشي هناخد الترتيب دلوقتي المظبوط. طيب وال 1 سنتيمتر في قد ايه؟ في 10 مللي. طيب تعالوا يا اولاد بقى نتكلم كده، التيبل ده هيفهمني كده شويه بتاع الكونفرت. بيتكون من ايه؟ كيلومتر، متر، دي سي متر، سنتيمتر، مللي متر. ده ترتيب اليونتس من الكبير للصغير. يعني اكبر حاجه الكيلو متر، اللي اصغر منه متر، اللي اصغر دي سي متر، اللي اصغر سنتي، اللي اصغر متر. طيب لو انا عايز احول من كبير لصغير، يعني من كيلو متر لمتر، اعمل ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي 1000. ركز معايا بقى، يبقى الكيلو متر في كام متر؟ في 1000. يبقى لو انا بيقول لي اي حاجه كيلو متر عاوزها بالمتر، هعملها ملتبلاي ايه؟ 1000. طيب من متر لدي سي متر 10 مالتبلاي 10، من متر لدي سي متر مالتبلاي ايه 10. طيب من دي سي متر لسنتي 10 مالتبلاي 10. طيب من سنتي متر لملي متر مالتبلاي 10. يبقى دي كده حاجه جميله كده عشان تقدر تحفظ. من كيلو متر لمتر 1000، بعد كده كل واحد 10، متر لدي سي متر 10، دي سي متر لسنتيمتر 10، سنتيمتر لملي متر ايه 10. طيب كانت في حاجه 100 كده في النص،
لو انت من متر عاوز على طول سنتي، مش انت عملت 2 تن جامب كده 2، يبقى مالتبلاي ايه 100. يعني من متر لسنتي على طول 100، لكن من متر لدي سي 10 ومن دي سي لسنتي 10 ومن سنتي للملي ايه. طبعا من كبير لصغير مالتبلاي. طب لو من صغير لكبير يبقى ديفايدد، اللي هو ايه العكس، عكسه بالظبط نفس الحاجه بس العكس. يعني من متر بقى، لو انت بقول لك المتر فيه كام كيلو يبقى هتعمل ديفايدد 1000. اوكي، هي اند سو اون، ديفايدد 10 وادي هنا ديفايدد 10 وادي برضو ده ديفايدد ايه، ديفايدد ايه 10. يبقى لو بعمل العكس من الصغير للكبير ديفايدد، لو بعمل من الكبير للصغير ايه يبقى مالتبلاي. طيب تعالى كده نشوف يا اولاد الاسئله بتبقى عامله ازاي. بص كده اول حاجه تيجي يقول لي ال 8 متر ايكوال كام سنتيمتر. طيب يبقى انت في الاول كده بتشوف المتر في كام سنتي، المتر في كام سنتي. احنا ممكن نعمل فوكس للسكرين شويه كده علشان نركز في اللي احنا بنعمله مع بعض. ادي اهو يا ولاد كده اهو. طيب ال 8 متر في كام سنتي، المتر في كام سنتي، المتر 100 صح كده، من الكبير للصغير. يعني هعمل ده مالتبلاي ايه 100. طيب 8 مالتبلاي 100 يبقى 800. يبقى ال 8 متر كام سنتيمتر، 800 سنتيمتر. يبقى في الاول انا بشوف هو ده في قد ايه، بالتالي الاول اليونت واليونت وبعد كده اشوف اعملها ازاي. طيب 700 سنتيمتر لمتر، خلي بالك وهنا عايز يعمل كونفرت منين، من سنتي لمتر، من صغير لكبير. طب هو المتر فيه كام سنتي، الريليشن بينهم 100. طيب من صغير لكبير ديفايدد، يعني كأني هعمل 700 ديفايدد ايه، ديفايدد 100، يعني هشيل 2 زيروز من الاخر كده، يبقى كام؟ يبقى 7. العكس يبقى ايه، يبقى 7. طيب تعال نشوف اللي بعده. 130 ملي متر ايكوال كام سنتيمتر. تركيزنا بيروح لفين يا اولاد؟ لده ولده، اليونت مليمتر وسنتيمتر. السنتي فيه كام ملي؟ 10، في 10. طيب هعمل مالتبلاي ولا ديفايدد بقى؟ هو انت من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ من صغير لكبير، يبقى ديفايدد. يبقى هعمل هنا ديفايدد ايه 10، يعني كأني هشيل زيرو تبقى 13 بس. طيب يعني انتوا بقى كده ايه، عرفتوا الموضوع. متر لكيلومتر، الكيلومتر فيه كام متر؟ 1000. بس طب انا دلوقتي فيه 1000 بس انا مش عارف ديفايدد ولا باي. انت بتحول من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ من صغير لكبير، يبقى ديفايدد، ديفايدد 1000، يعني هشيل 3 زيروز يبقى 15. يبقى ايه؟ يبقى 15 and so on. يبقى كله نفس القصة. خليني بقى هنا كده، بصوا بقى حاجة كبيرة زي ديت عشان نعرف، كيلو متر لسنتيمتر. طيب بص، هو كيلو كبير لسنتي الصغير، يعني مالتبلاي، بس مالتبلاي ايه بقى؟ انا مش عارف اوصل لسنتي مرة واحدة. طيب خليني اقول كده، اوصلها كده يا اولاد، ستيبس، محطات، جامبس. يعني أول حاجة من كيلو متر لمتر، من كيلو متر لمتر 1000. طيب بس أنت مش عايز متر، أنت عايز سنتي. طب من متر لسنتي 100، يبقى هتزود إيه كمان؟ 2 زيروز كمان. بقى عندك كده كام زيرو؟ عندي 5 زيروز، يعني معناها إن ال 5 كيلو متر هو 500,000 سنتي. يبقى انا كله يا اولاد معتمد على ايه؟ كله معتمد على التيبل اللي فوق، التيبل اللي فوق تعتمد عليه
ان انت تقدر تحفظه، فهتعرف تعمل الكونفيرت بكل سهولة زي ما احنا عاملين. طيب بعد ما خدنا اللينس هنشوف ميجرمنت كمان اللي هو الويت، الويت بتاع الوزن. خليكم معايا، هنشوف بقى يا ولاد اهو ذا ويت كاين ويت اليونت اوف ماس، ماس اللي هي الكتلة، يعني الحاجة بالوزن بقى، مش هقيسها كده بالرولر بالمسطرة او اعرف طولها قد ايه او كده، دي حاجات تانية اللي هو لما بشتري مثلا فيجيتابلز، بشتري فروتس، بشتري اي حاجة كده بالميزان، الراجل بيوزنها. انا لما بقى عايز اعرف هو انا تخنت ولا خسيت ولا ايه، بتوزن. فهو ده الويت اللي هو الوزن. طيب الويت انا ما عنديش الا اتنين بس، حاجة جميلة جدا، كيلو جرام وجرام، تو يونتس. اليونت اللي هو الكيلو جرام بقيس بيها، بوزن بيها الحاجات التقيلة، لكن الجرام بقيس بوزن بيها الحاجات البسيطة الصغيرة زي مثلا الجولري، الذهب، الحاجات الصغيرة دي بالجرام. لكن الحاجات الكبيرة زي احنا وزننا او اي حاجة كبيرة كده بتبقى بالكيلو جرام. طيب الكيلو جرام فيه قد ايه من الجرام؟ فيه 1000. لما بعمل كونفرت من كيلو جرام لجرام بعمل باي 1000، من جرام لكيلو جرام ديفايدد 1000. متهيألي اليونتس هنا يونتس بسيطة كده ومش محتاجة يعني حاجة. طيب تعال بقى كده نشوف كويتشنز بتيجي فيها ازاي مع بعض كده يا ولاد. يجي يقول لي ايه 9 كيلو جرام كام جرام؟ انت عايز تحول من كيلو جرام لجرام، يبقى مالتبلاي كام من الكبير للصغير؟ برضه 1000، يبقى 9000. القاعده بتاعتي يا اولاد دايما لما بتعمل كونفيرت من الكبير للصغير تعمل مالتبلاي، من الصغير للكبير تعمل ديفايد، يبقى احنا هنا نعمل مالتبلاي ايه 1000. طيب لو العكس، جرام كيلو جرام، هو الكيلو فيه كام جرام؟ في 1000، بس انت هتحول هنا الكونفيرت من الصغير للكبير، يبقى ديفايدد 1000، يعني هتشيل 3 زيروز، يبقى كام؟ يبقى 32 كيلو جرام. الموضوع بسيط وسهل زي ما انتم شايفين كده يا اولاد، ما فيهوش اي مشكله. فكل المطلوب مننا ان احنا نحفظ اللانس، الميجرنج لانس، و الماس اللي هو الكيلو جرام، الويت كيلو جرام والجرام، والباقي بقى خلاص بسيط كده. يبقى اعرف تاني كده، نجمع تاني كده الكلام اللي احنا قلناه. اللانس عندي 5 يونتس، كيلو متر، متر، دي سي متر، سنتيمتر، ملي متر. طيب وبالنسبة للويت ما عنديش الا كيلو جرام وايه وجرام في 1000 طبعا. فنحفظ الكلام دوت ونحل عليهم في المعاصر كويس جدا، ونحل الكويزات اللي انا ببعتها لكم، وهنكمل بقى ان شاء الله. لسه الميجرنج لانس ما خلصتش، عندنا بعد كده الكاباسيتي هناخده في الدرس اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم على خير يا اولاد، سلام عليكم.